شات للطوب. واحد اثنين ثلاثة، هربوا يلا هربوا. الشخص اللي ما حسنت النار انها تحرقه بيستحق انه نحن نلاحقه. طلع كلكم بخير؟ طلع لازم دبر لنا سيارة. امرك معلم. الله يلعن الامبرياليين، حتى طعمة المي خربوها، صاير فيها طعمة زيت. اخي عبد الحي بشكرك لانك انقذتني، لولاك غرقت هون لاني ما بعرف اسبح. وينو تشيتين؟ قليل الأدب تشيتين، لما بيلاقي المي ما بقى بيطلع. تشيتين تشيتين ولك تشتو تشتو تشيتين. تشيتين تشيتين ليك السكون. اتركوني اتركوني بلاك جا شيطان. لك بلكي طلع من محل تاني. كيف بده يطلع من محل تاني ودخل من راحة الحي؟ شيطان مورا، ما فينا نعمل شيء. شيطان شيطان خلاص شيطان شيطان، ما فيك تروح. شيطان لا تتركني شيطان. بيتك حلو شريك. الله يخلينا الدولة، اشتريته انت تقاعدية. تركني عبد الحي. ما بدك تجي؟ بدي شم شوية هو. ماشي. في عندك مواد إسعافات أولية؟ إيه في، رح جيبها. معلم ابني عند مين؟ عند بابا عمار؟ لا، عنا بالبيت عند إبرو والمربية معه. في شي مماتي؟ ولا شي معلم، باعتبار متوترين سألت بس لطر الجو. بيقولوا الأولاد بيكبروا بسرعة معلم، هلأ إذا ما عرفنا ابننا بيصير عيب شي معلم. في إله صورة. مورو
حشوف أبوكي إذا بيحكي معي مثل ما حكى معك. كيف تغير موقفه كل هالقد ما عم بفهم؟ إيه مسنود من حدا كبير يا إنجي. ما نهنت أبداً لهالدرجة وإنت رايح تحكي معه على الفاضي. أنا بحياتي ما عملت شي على الفاضي يا ست إنجي إلا هي الشرشوحة. وين رايح؟ عجهنم. بتروحي معي؟ دخيلك لا ترجع، المحل بيناسبك. روح نحرق وشبع حرق، الله لا يردك. كيفك؟ مالي كيف؟ هالزلمة بيترك لحدا كيف؟ لا مو قصدي أبوكي، بابا. ها نتبادل؟ أنا بقتل أبوكي وأنتي أبي. إذا حاول اسكندر الكبير يدخل لهون بالقوة منعمله اللازم. تؤمر سيدي. ما لازم نوصل لهالنقطة معلم. مو نحن اللي وصلناها لهي النقطة أبدا. أنا بعرف معلم، بعرف إنه الظروف والتوازنات تغيرت، بس إذا بتسمح لي أعطي رأيي لازم نستفيد من اسكندر الكبير قد ما منقدر. سيدي هلأ عصر اسكندر الكبير خلص انتهى وتسكر دفتره. وليش لنكون نحن يلي سكرنا؟ يعني شو مستفيد برأيك؟ طيب شو بتقترح يلديز؟ بقترح انه ياخد محل بشركتنا. ماشي حبيب، عم بستنى منك خبر. شو صار شلمو؟ معلم، المراد على مدار بعت ناس يدوروا على تشيتين. معلم كيف صارت الشغلة؟ أنا ما فهمت شي. يعني عم قول أكيد إنه جواد عملها. السافل، أنا لسه نار رعد ما انطفت جواتي، إجا وأخذ لي تشيتين. هلأ مو وقتك بنوب يا ودو. مثل العادة ودو عنده شوية مشاكل. ومين بيكون ودو؟ عندي ابن اختي يا بشبهك فيه. حابب تتخلص منه؟ خليه يمشي معي، بعدك خلال يومين نقتل كمان. معلم انت هيك عم تظلم نفسك. ألو ودو وين انت؟ ليك الرئيس هون، تعال بسرعة. راقبوه من بعيد سيادة العقيد، ما بدي اياه يعمل اي شيء متهور. شكرا معلم. العقيد بيقدر يساوي شيء؟ ما بعرف مماتي، لا قابله وشوف شو راح يطلع. لازم نروح معك معلم. عبد الحي انتو هربانين. شريك احسن ما تقعد هون على نار، روح مع المعلم. انا هلا متقاعد يا شريك. لساته موضوع تترقغله ما هيك؟ اذا ما شاف جستي تترقغله ما رح يتركني. خير ان شاء الله. شريك لمين عم تتلفن؟ بدي اتصل بمرت أخونا إبرو. ما قدرنا نشوف ابن أخونا. لك نحن ما أحسننا نشوف ابننا، وانت لا تشوف ابن أخوك، شو فيها؟ وأنا شو فيني أعمل لك إذا ما إجت المربية؟
مراد أنا ما اتصلت حتى تعمل لي شيء، اتصلت حتى خبرك. حبيبتي خدي الولد لعند أمي، ماشي؟ لا مو ماشي، دبر حالي. شو بدنا نعمل مع عمك مراد؟ ما بيحبني أبداً. ألو؟ أختي أنا أبو علي. أبو علي. عبقول أبو علي من شان ما أذكر اسمي على الهاتف. والله شايف لكم هالختيارية ما منعوا الأولاد على الفاضي. ليكو شريكي وعظمته شو صار بأحواله؟ لا تحكي بشغلات ما بتعرف فيها شريك. أنت منين بدك تعرف محبة الأولاد؟ ألو؟ ألو؟ ماشي مرت أخي، بس حبيت أسمع صوته. انت بالبيت؟ ايه امتى بتجو؟ ايه انت منجي؟ هي الله بيعرفها. يلا منلتقي مرت اخي. لا لا انت ختيرت عن جد. شريك في سيارة مخباية؟ ولو يا شريك. امشي كاظم رايحين. لوين رايحين؟ لبين ما يجي المعلم منشوفهم. رح شوف إذا بيلزم شي لمرت أخونا والولد. لك مو هلأ حكيت معه على التليفون؟ ما بينحكى كل شي على التليفون يا عبد الحي. أخي ميماتي، المعلم قال لا تطلعوا من البيت، عم يدوروا علينا بكل محل والطرقات خطيرة. عبد الحي أنا بخلي ابني يقول عني جبان، خاف وما إجا يشوفني؟ معقول الحكي؟ امشي كاظم. ما في خبر؟ معلم أنا من دقيقتين اتصلت وقالوا ما في. قوم اتصل كمان. اتصلت يا معلم. إذا بقول لك اتصل بتتصل يا شامو. اتصل. أيوة تعال تعال لهون، صرعت راسي من النق شامو. شوفي شو بدك. الأول عود. الله لا يورجيك اللي صار فينا. تعرفوا لتشيتين؟ تشيتين يا مساعد الرئيس. ايه ما طلع من البحر. ايه ضل موسم بحر. شو جنيتوا انتو؟ السباحة الا موسم؟ ما بتتفرجوا على الببرازي ابدا؟ اذا بدك تتزلج على المي على قلة شط، واذا بدك تتفرج على النسوان بودروم، واذا بدك شيوعيين سابقين انطاليا. قصدك الشيوعية؟ البقية بحياتك معلم. ما بصدق انه الشيتين رح يتركني ويروح بدون ما اشوف وشه. طبعا الدنيا فيها معجزات. ولك شو هالطاقية اللي على راسك هي؟ مو طاقية، زرعت شعر. كيف صاير؟ مو مبين ابدا. لك صرت بالأربعين، على شو عم تعذب حالك؟ الأربعين عمر الشباب حبيبي. الشيخوخة صارت تبلش بالستين. لازم تعلق بالحياة. إذا ما تعلقت بالثورة الشيوعية بتعلق بالرأسمالية شلون؟ لحظة لحظة لحظة، أنت شو دخلك بالثورة وما ثورة؟ كأنه في عندك مصاري وعم تزرع شعر كمان. نسيت إنه إلي معك 2000 يورو؟ أنت من وين إلك معي يا ودو؟ إلي حصة بهاي القهوة كمان. أنت عن جد بتجنن الواحد، منين إلك معي أنت؟ حضرتك ما بعت بستان ستنا مشان تجدد هالمحل إلي. ولك أنت أخذت حصتك. هي سألت، البستان غلي دبل، يعني لو ما بعته كانت حصدي دوبلت. ولك أنا عم بستنى خبر رفيق دربي، وأنتوا راح تجننوني بحديث بستان ستكون. ماشي معلم. بقي بحياتك. لقوا جثة تشيتين.
الشرطي يلي حاول اغتيال رئيس الحكومة من فريق مدرب تدريب خاص. كم شخص بيطلعوا؟ بالأساس هنن 5 أشخاص، بس 3 منهم لقيناهم ميتين. والباقيين؟ واحد منهم كشفناه، اسمه الحركي راعي، وعم نحاول هلأ انه نكشف الخامس. هدول لمين تابعين؟ كانوا تابعين للمخابرات، بس بعد مرحلة معينة ولما حاولت المخابرات تصفيتهم انفصلوا. وكيف ما بتعرفوا أسماءهم وهوياتهم؟ لأنه العناصر بشغلهم بيتصلوا مع بعض بأسلوب خاص، وما حد غيرهم بيعرف كيف، وبيستخدموا أسماء كتيرة. طيب قل لي، ليش الدولة بطلت تلحقهم؟ كل يلي كلفتهم المخابرات بملاحقتهم تصفوا انقتلوا. في حدا بيعرف بهالقصة هاي؟ لا ما في، بس شكلت فريق مشان العملية، ولأنه العملية خطيرة كتير اخترت أعضاء الفريق بنفسي أنا. ما في داعي للفريق، أنا رح نفذ العملية، أنتوا بس دورولي على الشخص الثاني. سيد علمدار، صاحب الاسم الحركي راعي خطير كتير. هيك أحسن، مشان ما نعرض حياة حدا للخطر. سيدي، ما عم بفهم شو اللي صار بصراحة، ما عم قدر استوعب أبدا. مع الأسف مراد علمدار وكل رجاله طلعوا عايشين. أنت بتأمن بالقدر يا جواد؟ أنت وساق فيني، أعمل اللي بقلك عليه وانتهى. أنا ما قلت لك ما تقوس قبل ما وصلنا. معلم معك حق، لأنه هلأ مو وقت أقدم نقد ذاتي. أنا ما بدي موت معلم، لساتني بأول عمري. معلم بعد العملية منطلع بالتلفزيون شي؟ تلفزيون شو تشتغل؟ والله يا معلم صار لي سنين ما شفت أمي. معناتها أقول لأمك تطلع بالتلفزيون تشتغل؟ تطلع برامج الآل وإلنا اللي بيشاركوا فيها النسوان اللي بيشتهوا عادات البرجوازية. يا ابني يا شتين، مشغول بالي عليك، أنا عم بحكي معك يا تشتو. والله مش تهي أني وحضنك يا تشتو، حطك بحضني وحضنك. لا 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 هيك بتحكي بالضبط معلم، بحلف لك يمين إن هيك بتنفعل. أقسم بشرفي راح أخذ بطاقتك. مين انت بلاد؟ انا تشيتين معلم. شو هاد؟ ابني دخلت على الباص وحرقته؟ معلم حتى ما يعرفوا شكلي دهنت وشي وايدي بالبويا. يا زكي ذكروا اسمك في التلفزيون وحطوا صورتك كمان. بربك؟ ايه؟ معناتها لاتصل بامي، اذا ما شافتها هلا بتشوفها بالاعاده. ليش يا تشتو؟ بتفرج عليك بالطريق. تشيتين ما عم تطلع ببرنامج مسابقات، وما عم تطلع ببرنامج زواج،
وما عم تطلع ببرنامج بنحب بعضنا وعم نتباوس والله العليم شو منساوي ها؟ وما عم تطلع ببرنامج تركي عم تدور على مغنين ورقاصات وثوريين وما بعرف شو كمان. اذا اتصلت شو بدك تقلها؟ انا ما رح اقول شيء معلم، هو رح يقول. استنى انا رح اقول لك شو بتقلك امك. تشتو الله يهدك، كيف بتحرم قصر البلدية؟ هلا كيف بدنا نمشي بالضاعة؟ سوت لنا وشنا قدام الخلق والعالم. الله يهدك. لا 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 تعال شوف يا بطل. حملته غلط أخي ميماتي. كيف بدنا نحمله مرت أخي؟ أنا ما بعرف. بدك تحط إيدك على ظهره وتسند له رقبته. شوفي هيك؟ شفت كاظم، بالحياة في شغلات كتير ما منعرفها. يا بطل كاظم، في مقاييس لتربية الأولاد بأوروبا؟ أيوة ماما. في معلم، الأوروبيين كتير حريصين بهذا الموضوع. الطفل بيلعب بتخته ما بينحط بالحضن. لهيك أكتر الأوروبيين مرضى نفسيين. لك إذا ما بدكن تلعبون ليش جبتوهن؟ ما هيك ابني؟ بعدين لازم تقسى شوي على ابنك مشان يطلع رجال. بعمره الأسوأ بدون أبوة ما بتساوي رجال. ماما يمكن ما أقدر روح معك. بابا ما بيقدر يروح؟ أختي شلون ما كان نحن هون؟ إذا عندك شي شغلة روحي. دقيقة ماما، أمي ما أنا حابة تروح لحالة على الدكتور، المستوصف قريب، بروح وبرجع بسرعة. كنت بقلك كاظم بيوصلكم، بس هو كمان هربان. ما في حدا يوصلكم؟ في ماشي ماما أنا جاي. لك كاظم، أنت بتعرف تسخن الحليب؟ صحيح متعود تعمل الفطور اللي بيشبه أكل البساس. ألو. لما بيبكي بتعطو إياها أخي. كاظم مسيك. هلأ أنتو بتعرفوا تغيروا له للصغير؟ كاظم بيعرف، ما هيك كاظم؟ بقول له أخي حسني. شو عم يقول؟ خبرني عن عمران. لا تقلق معلم، وضعه كتير منيح. لك كاظم، تعرف شو بدي أقول؟ الله يرزقك إلك كمان. نام بالمشفى معلم؟ لا يا ابني يا كاظم، هذا شعور مختلف. لك هالأبوة ما بتشبه شي أبدا. معلم، لما بيعرف المعلم مراد بجهتنا لهون رح يعصر كتير. إن شاء الله ما يعرف كاظم، ما هيك ابني؟ نحن إجينا بالسر. ألو بولو، تعطيني مماتي. مماتي مو قدران يحكي. شو يعني مو قدران يحكي؟ عبد الحي معلمك بده إياك. ألو عبد الحي، رح أعطيك عنوان اكتبه. ثانية معلم. إيه شريك، يكون بيعلمك المعلم عم يتصل. داود عم يتصل؟ ليش منين لقاك؟ ولك لقى مراد عم يتصل. كاظم هلا انتهينا. ماشي معلم، طالعين فورا. قال لي ميماتي وينه؟ الو الو، ما عم بسمعك. قلنا له لميماتي لا تروح. لوين طالبنا؟ على العمليه. شريك بدكم تروحوا على العمليه؟ متأكدين إنه هي عملية شريك؟ إذا بس بده يحكي روحوا أنتم، منلحقكم بعدين. عم بيقول أنا بلحقكم. معقول ميماتي شو عم تسلب علينا؟ عبد الحي الولد ضل بحضني، طلعت مرت أخونا من البيت.
اهلا وسهلا بالكبير. اجيت لهون مشان احكي مع داود، بس بدي احكي معك كمان يا يلدس. معلم معي شلون ما بدك بتحكي، بس انا بترجاك لا تضغط كتير على داود بيك. مينو هاد هالشاب الحلو؟ اجا من امريكا جديد وهلأ صار عم يشتغل معنا. تفضل. فرحت كتير لأنه إلي خاطر عندك أكتر من بنتك يا داود بيك. بنتك إنجي رجعوها من الباب، أما أنا ما رجعوني. بتصير هيك شغلات بالعائلة. جرايدكن عم تحاول تلبسني قضية اغتيال رئيس الحكومة. أنا ما بتدخل بشؤون التحرير. أنا اللي بتدخل، أنت ما في داعي أبداً تتدخل. شوف هدول الرجال، إذا ما بتقلعهم من الشغل واحد واحد أنا رح أرميك من شباك الشركة لتحت. والحلو اللي جاي من أمريكا ما كتبت اسمه هون لأني ما بعرفه، هلأ بقلك عنه. أنا بعرض عليك عضوية الشركة القابضة، وأنت مثل كل مسؤول مهم هيك بتعيش تقاعدك. خلينا نستفيد من تجاربك ومعلوماتك وخبرتك. أنا اللي بقرر إمتى بتقدم وإمتى بنسحب يا داود بيك. القرارات ما بيصدروها اللي بيديهن ألم، بيصدروها اللي بيديهن سلاح. اسكندر الكبير عملت شغلات كبيرة وسمعتنا خطابات، بس لا تنسى يلي بيعمل شغلات كبيرة بس حكوا كلام كبير بيصغروا. وهلأ اجا وقت انسحابك يا اسكندر. الو. ايه معلم. لك وين كنت؟ نحن تجاوزنا باشي بيوك. اعطيني احكي مع مماتي. ثانية يا معلم. ألو مماتي، شو هالصوت بالسيارة؟ راديو معلم، راديو. معلم كاظم يلا طفي هالراديو. أمرك معلم. لا تشغل بالك معلم، معنا أسلحة وننتبه لحالنا. لا تقلب وشك عبد الحي. والله بصير هيك، الولد قبل ما يشوفنا ويعرفنا بده يشوف القواص والقتال. شو بساوي عبد الحي؟ باخد الولد على قبر امه وبقله ديري بالك عليه. كاظم بيهتم فيه بالسياره ونحن بندخل لجوا. بس صلي وادعي لربك انه ما يدرى المعلم مراد بالولد. مراد علي، مماتي مو هون. شو يعني مو هون؟ مماتي اجا على البيت؟ We'll be right back.
مجنون مماتي؟ معلم صارت شو أعمل؟ كاظم بيضل بالسيارة ونحن منحل شغلتنا. أنت بتعرف شو الشغلة يلي جايين نحلها؟ معلم عبد الحي قال راعي ما راعي. بعدين اجينا واجينا من دوق ابني علي حليب الغنم مو منيح؟ الزلمة اسمه الحركي راعي، قاتل ناس أكثر من الغنم يلي رعاها بحياته. معلم مو زلمة واحد؟ إذا كان كل اللي حواليه جسد شو بيعمل؟ معلم خلينا نطلب من الضابط دعم هليكوبتر، المحل كله ملغم. عبد الحي، أولاً أنتو هربانين، وثانياً إذا نعرف إنه نحن هون التاني رح يختفي فوراً. إذا المحل مزروع الغام كيف بدنا نصل للطرف الثاني معلم؟ في طريق بيمروا منه الغنم، بعد نص ساعة بيعتم الجو وبس عتمت منفوت. وأنا بروح من هنا. ماشي معلم. الحي استعجل، المعلم رح يضل لحاله. نمشي شوي شوي حتى نصل برجلينا التنتين. طبعك بتكبير الأمور بجنني، كأنه براس جبل. الزلمة ما راح يعبي كل المحل ألغام. يلا ليك هون الأرض طرية ما بيقدر يزرع ألغام. معناتها الزلمة أكيد عنده شي لعبة. لا تلعبوني لعبة رامبو. عبد الحي طيب عبد الحي طيب. السافل مخطط كل شيء حتى لهون. اوعى تتحرك، وطي صوتك. عبد الحي عجل. لحالك ما رح يمشي الحال عبد الحي، نادي لك كاظم. يلا يلا وقف لشوف الموبايل عم يرن. الو ماشي جاي فورا. ازعجني عبد الحي. شو؟ تحمل شوي. ولدنا ونحن بالوحل ورح نموت ونحن بالوحل. طول بالك. تحمل شوي. يلا يلا هلا بيجي كاظم. كاظم يلا يلا. خذ مرة تانية.
منيح معلم. الولد معلم مو هون.